أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وانضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك والأدموعي فاكراك هرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها عيون في هواك في هواك طول حرماني أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك والأدموعي فاكراك وأرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يكون في هواك في هواك طول حياتي ولاقيك مشغول وشاغلني بيك وعينيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك هم ياللي شاغلني بيك جرب ناري أهواك أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك والأدموعي فاكراك هرجع تاني في لقاك الدنيا تجيلي معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يقوم في هواك في هواك طول حرماني الله الله برافو عليك سقفوله سقفوله مشاهدي موقع تحيا مصر برحب بكم في لايف جديد معاكم شيرين لقوشة مراسلة محافظة الغربية. في الحقيقة واحنا ماشيين كده في الطريق لقينا احمد هو بيقلد عبد الحليم حافظ. الحقيقة متقمص شخصية عبد الحليم حافظ لدرجة ان هو لابس شبه عبد الحليم حافظ بيغني اغاني عبد الحليم حافظ بيقلد حركات عبد الحليم حافظ. هنتعرف اكتر على احمد. بقى احمد انا عايزك بقى تغني لي الاغنيه اللي انا شفتك اول مره عليها اللي هي من شويه دي لا قبل اهواك لا قبل دي اللي انت كنت بتغنيها قبل دي اللي كانت فيها بنفس الحركات بقى بتاعت عبد الحليم وال يلا هو في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمري جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام جرحي أنا أطول من الأيام وده دنيا الهنا وده حبي يا أحلام ده عمري جرحي أنا أطول من الأيام الله حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق السهد وحيد وكل خطوة بعدك الليل الليل وشفت ذكرى وجرح جديد حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق السهد وحيد وكل خطوة بعدك الليل الليل
وشفت ذكرى وجرح الديد. حبيبي شايفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف سلامك. ايه كلامك ضحكت شفايفك شايف سلامك. ايه كلامك ضحكت شفايفك يا حبيبي شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارد جناحه على جريح مشتاق مشتاق يعرف نهاية جراحه. في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمري جرحي أنا أطول من الأيام. في يوم في يوم في يوم في يوم. برافو. أحمد أنت بتحب عبد الحليم لدرجات متقمص شخصيته الفنان الراحل؟ متقمصته هو كان شخصيته حلوة أداؤه حلو كل حاجة فيه كان حلو أصلا يعني الكلام اللي كان بيعجبه أي لحن كان بياخده يعني. هو الراجل كان بيحب الفن يعني وكان بيجرب على الآلة أصلا كان بيجرب على الموسيقى يعني. هو كان راجل فنان فنان يعني وكان راجل فنان يعني بالفعل أسطورة يعني الأسطورة الفنان الكبير عبد الحليم يعني. بقى لك كام سنة بقى؟ أكتر من 10 سنين يعني والكلام. عايز تبقى عبد الحليم؟ يا ريت نفسك تبقى يا ريت. انت انت بتحب عبد الحليم لدرجه ان انت لابس شبه اللبس بتاع بص يعني متابعينا الكرام بص يعني والكلام ده يعني انت لابس شبه ورينا كده لف كده لف شبه اللبس بتاعه وشبه تسريحه الشعر متقمص. انت بتحب عبد الحليم قد ايه؟ حبك فيه هو اتحب اصلا هو محبوب اصلا هو محبوب يعني. انت كنت منتشر لك فيديو كده من مثلا سنه او سنتين؟ لا انا كل سنه بروح الاحتفاليه يعني كل سنه يعني بصور هناك يعني. اصبح ده حديث الشارع الطنطاوي كله. ايه الحكايه؟ شارع الطنطراوي ده المحافظه الغربيه كلها يعني طنطا وزفته والبلد. كان منتشر لك فيديو وانت بتغني في القطر بيت احمد متجاه. فيديوهات يعني فيديوهات يعني. قول لي اكتر اغنيه بتحبها لعبد الحليم حافظ واكتر حركه لا لا بتحب لا لا تقلدها لعبد الحليم حافظ. هي قريت الفنجان يعني الكلام ده. طب قول يلا. جلست تغلق عينيها تتامل فنجان المطلوب. قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي يا ولدي فتناك شهيدا يا فتناك شهيدا يا ولدي فتناك شهيدا من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب يا ولدي يا ولدي. الله الله. قول لي بقى انت عندك كم سنه؟ انا دخل عندي 42 سنه. 42 سنه متجوز يا احمد؟ لا مش متجوز. لا مش متجوز. تمام. انت ايه اللي خلاك تحب عبد الحليم حافظ بقى وتبقى متأثر؟ هو راجل محبوب احنا كلنا بنحبه اصلا زي عبد الحليم زي ام كلثوم زي فريد زي 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 التراث القديم زي الزمن الجميل يعني. زي انا بحب زي زبير السر وزي مريم فخر الدين زي المصريين كلهم. حد قال لك انت شبه عبد الحليم حافظ؟ ناس كتير يعني كتير ناس كتير قالوا لك زي حضرتك يعني والكلام يعني كتير قالوا لك انت شبه عبد الحليم كتير. ام كتير يعني الناس حبايبي يعني والكلام.
زي حضرتك زي الصحفيين زي التلفزيون زي غيره وغيره وغيره الكلام ده يعني. ناس بتقف في الشارع توقفك وتصور معاك؟ اه بتصور معايا دي تصور معايا صور معايا ايوه زي حضرتك زي حضرتك زي الجريده جريده الوطن من غير اسم جرايد معلو مليون مشاهد يعني والكلام ده يعني زي حضرتك زي غيره وغيره الكلام ده حلمك تبقى مشهور؟ ايوه مش عايزين نشهرك يعني والكلام ده يعني. طيب خلينا بقى نختم باغنيه اخيره لعبد الحليم. امسك بقى المايك كده على انه ميكروفون ممكن؟ ماشي لحظه واحده. البتاع التليفون ده على انه ميكروفون. سيب التليفون بقى. لحظه انت بتعمل ايه في التليفون؟ ده مندمج مندمج هوا هوا ابني لك قصر عالي واخطف لك من ليالي واشغل لك عهد غالي دين احلى الصبايا هوا هوا ابني لك قصر عالي واخطف لك من ليالي واشغل لك عهد جالي دي نحلة الصبايا انا الهوى هوايا هوايا الهوى هوايا ابني لك قصر عالي واخطف لك من ليالي واشغل لك عهد غالي دي نحلة الصبايا انا الهوى هوايا هوايا الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا والبحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا والبحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوا هوايا هوايا برافو شكرا والى اللقاء.